ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا قاسم من العراق. حياك الله أستاذ قاسم، تفضل. أشوف عدد المهتدين عندك 389، الحمد لله. الحمد فالحمد لله. لله نجعلهم 390. إيه؟ أنا مهتدي من العراق والله؟ والله العظيم. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. يا شيخ، الحمد لله، شكر. يا شيخ، إذا أكو مجال أسولف يعني قصة هدايتي. تفضل. يا شيخ، أنا كنت يعني شيعي لكن أحب الأدب والشعر، فتابعت شيخ مغربي اسمه سعيد الكمولي، يطرح دائما طرح أدبي. فمرة من المرات سمعته ينصح بحفظ القرآن. فبيني وبين نفسي قلت لنفسي، أنا يعني شوف السنة يحفظون القرآن وأنا شيعي أصلا يعني ما قارئ القرآن ولا مرة. فقلت خلي أقرأ القرآن. المهم فقرأت القرآن والحمد لله. فهاي كانت تقريبا نقطة تحول في حياتي. من عرفت بطلان عقيدة الشيعة، أول شيء عقيدتهم بالتحريف، ورب العالمين يقول إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. طيب شلون أنتم تقولون حرف أبو بكر وعمر والله حفظه، ورب العالمين يقول إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب شلون رب العالمين حفظه وأبو بكر يحرفه، وبالنسبة يقولون إنه الإمام أركان من أركان الدين. رب العالمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب ليش ما ذكر الإمام هنا في هذه الآية؟ نعم، ما أعرف السبب. ذا هي الركن الأعظم بالدين. وبالنسبة للتكفير من الصحابة، رب العالمين يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. طيب ويقول بآية ثانية ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. طيب الذي وعده الله الحسنى شنو جزاءه؟ يجاوبنا بآية ثانية يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طيب تخيل هذا الفضل للصحابة والشيعة كفروهم. بالنسبة يقولون إنه إمام علي كان ملتزم التقية وما يحاربهم. طيب إبراهيم والذين آمنوا معه طبعا كانوا كله. وقالوا لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا. طيب كانوا كله أبدوا يعني عقيدتهم. شلون الإمام علي ما يبدأ عقيدته وهم بعقيدتهم إنه إبراهيم أحسن من الإمام علي أفضل من إبراهيم. طبعا يقولون انه راد يحافظ على بيضة الاسلام. طيب شنو هاي البيضة دي الامام علي حافظ عليها؟ بيعة الكفار. شلون بيضة الاسلام تحفظ بيعة الكفار؟ طيب شلون؟ وبعدين يعني مو بس بايعهم، لا راح زوج عمر بنته من ام كلثوم. العقيدة الثانية انه يقولون دائما يعلمون الغيب. طيب شلون رب العالمين يقول عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. يعني رب العالمين هو واحد يعلم الغيب، ويطلع الأنبياء على بعض من الغيب. وين يعني أكو آية بالقرآن تقول الدمام يعلم الغيب؟ ماكو طبعا. والنبي طبعا هو نفسه اعترف أنه ما يعرف الغيب كله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لنفسي. يعني هاي الآية تبطل عقيدتهم. وبالنسبة للولاية التكوينية، سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طبعا رب العالمين استجاب له وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنك فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فاستجاب لرب العالمين وانطى ملك ما ينبغي لأحد من بعده. فشلون الإمام اجى واخذ ملك أفضل من ملك إبراهيم؟ انت عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ 18 سنة. الله أكبر، أقسم بالله انت لو سني، يعني مش بقول لك انت لو شيعي كنت، لا لا لو انت سني اقسم بالله تيجي تقعد مكاني هنا. طيب يا شيخ، ايه العقيده دي؟ ايه العقيده دي؟ عايز اقول لك على والله دي فتوحات من رب العالمين، اقسم بالله فتوحات من رب العالمين والله العظيم. انا عيوني بتدمع. طيب يا شيخ، تعلم انه والدي، تعلم انه والدي شيخ معمم؟ اكمل اكمل. طيب ورب العالمين بالنسبه للدعاء غير الله، نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف يعني الدعاء غير الله شرك، وهذا بنص القرآن الجديد، ولا ينبئكم مثل خبير، فشلون أنتم تشركون بغير الله وهو يقول لا تدعون غيري؟ نعم. طيب نسألهم، أنا طبعا هو سألت من مشايخهم، إحنا ليش ندعو غير الله؟ ليش نقول يا علي يا حسين يا فاطمة؟ يقولون إحنا نتوسل بيناتهم، نتوسل بيهم رب العالمين، نحطهم واسطة بيناتهم وبين رب العالمين. زين رب العالمين يحتاج واسطة؟ يقولون أنت يضربون مثال، يقولون أنت إذا رحت الملك ما تقدر تروح له مباشرة، لازم تخلي واسطة بينك وبين الملك. نعم. وهذا طبعا والله يعني من أفسد الأقيسة اللي شفتها واللي سمعتها، لأن الملك بشر حالة حالنا، احتمال ما يعرف يعني أحوال رعيته شنو، فيحتاج واسطة ويحتاج شفيع بينه وبين الرعية، بينما رب العالمين هو عالم الغيب والشهادة، مثل ما قال وصف نفسه بكتابة عالم الغيب لا يعزب عن غيب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، فشلون يا شيع تقارن المخلوق بالخالق؟ نعم. ويا ريت اللي يدعوهم مثلا أحياء يسمعون، لا ذولا أماس قبل أكثر من مئات السنين، ورب العالمين يقول وما أنت بمسمع من في القبور. فيا شيخ ورا ما سمعت القرآن والله العظيم بعد شهر واحد قسمت أنه كل يوم أقرأ جزء واحد من القرآن، ما شاء الله. بعد هذا الشهر والله العظيم تركت التشيع. سبحانك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الحمد الله لله. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا والله الله جزاك الله. طيب يا شيخ صلى الله عز وجل لك السلام. نقطة أخيرة، والدي نعم. شيخ معمم هو ودرس عند السيد محسن الحكيمي، هو كان المرجع الأول للشيعة في زمانه. نعم. فوالله بسبب يعني جهلهم وجهل المعممين هو اللي خلانا نترك التشيع، وبسبب قلت لك قراءة القرآن والحمد لله. نعم. وأسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين، وأسأل الشيعة أطلب من الشيعة أنه يدبرون بهاي الآيات اللي ذكرتها ويقرؤون القرآن. نعم. ويشوفون شنو اللي يعني عقيدتهم توافق القرآن أو تخالفه. نعم. بس هذا يطلبوا معهم بس يقرأون القرآن، ما أريد منهم غير شيء. نعم والله نعم جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ثبتك الحمد لله. الله ثبتك الله يا آمين يا رب العالمين. آمين وإياكم. تفضل تفضل ربنا يثبتك. تفضل. سبحان الله. الإخوة اللي معايا من مدة، أنتوا فاكرين يا إخواننا لما كنت دايما أقول للشيعة اقرأوا فقط القرآن، اقرأوا فقط القرآن، وكنت دايما أقول لكم عند الشيعة يعني قنوات الشيعية اللي هي قنوات البث المباشر اللي هي قنوات الفضائية ما بيشغلوا قرآن، خايفين الناس تسمع القرآن، خايفين الناس تسمع القرآن في قنواتهم، لأن هناك آيات لو عدت على أذن الشيعي نفسه هيقعد يتفكر فيها. لذلك المعممين دايما بيبعدون عن القرآن. اوعى يغروكم الاحتفالات اللي بتحصل في إيران ويجيب لك كم عيل وكم مش عارف ايه بيحفظوا القرآن، ده الذر الرماد في العيون بس عشان يقول لك احنا ايران اهو بنطلع مسابقات ومش عارف ايه. لكن اوعى يا شيعة كما قال الاخ 18 سنة اقسم بالله العقيدة بتاعته ولا واحد عنده 68 سنة مش 18 سنة، عقيدة نابعة فقط من القرآن. الراجل ما اتكلم بأي حديث ولا أي حاجة، ده ألجمني أنا، ده أنا اتعلمت منه، أقسم بالله أنا اتعلمت منه. يعني في حاجات هو ذكرها خطرت في بالي كده إن أنا أعملها حلقات كمان، زي موضوع سيدنا إبراهيم وبراءة سيدنا إبراهيم من المشركين، زي ما سيدنا إبراهيم تبرأ من المشركين وتعرض إلى النار ومع ذلك ما ترك العقيدة بتاعته، وحاجات وحاجات وحاجات. أنا تعلمت منه، أنا تعلمت منه. سبحان الله، ده الدين الإسلامي. يقول لك إيه الدين الخالص، دين النفس المطمئنة. شوف مع إنه خايف لكن شوف قراءته للقرآن عاملة إزاي. هاتوا كده وهات واحد شيعي معمم وخلوا الاثنين يقرأوا آية واحدة. الله أكبر. أنا بصراحة مش هقدر أقول أي حاجة بعد اللي اتقال، ومش هقدر أستقبل أي مكالمة بجد، وحختم على كده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله العظيم. ربنا يثبتك يا ابني والله.
ويبعد عنك أي حد، وخلي بالك من نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.